تم رصد قرد هناك. طار القرد من تلك الشجرة، نلاحقه الآن. ها هو، ها هو، هل ترونه؟ أنا هيزن أوديل، مدرب النجاة ومرشد الحياة البرية. عشت مع أفراد القبائل في كل أنحاء العالم، فأدركت بشكل متفرد طرق بقائهم العجيبة. أخذتني رحلاتي لأصعب البيئات في العالم، حيث معرفة المكان جيداً قد تشكل الحد الفاصل بين الحياة والموت. الآن سأشارككم هذه المهارات العتيقة وأعرفكم بالدليل الأفضل للبقاء في هذه المناطق الصعبة الخطرة. هذه المرة أنا في الأدغال، حيث تتربص الحيوانات المفترسة. واو، يقتل هذا الثعبان الكثير من الناس. في متاهة من النباتات الكثيفة والمستنقعات العميقة، معرفة الغابات المطيرة ستوفر لكم كل ما تحتاجون إليه. لكن إن لم تعرفوا، يمكن لكثير من المخلوقات التي تعيش هنا أن تقتلكم. الآن مسلحاً بمهارات المحليين، سأريكم كيف تبقون أحياء في أخطر أدغال العالم. تصل درجة حرارة الأدغال إلى ما يقارب 30 درجة مئوية. تسحب الرطوبة الخانقة كل طاقتك، ويهطل أكثر من 1000 سنتيمتر من الأمطار هنا سنوياً، ما يجعل هذه الأدغال واحدة من أصعب البيئات على الأرض. نصف نباتات وحيوانات العالم موجودة في مثل هذه المناطق، لكن هذه الأدغال موطن أيضاً ل50 مليون نسمة، وقد تمكنوا من البقاء لآلاف السنين في هذه التضاريس المخيفة. في جزيرة سبروت الإندونيسية النائية، اضطررت لمواجهة الحر الشديد والرطوبة في أحد أكثف أدغال العالم وأكثرها مطراً. لقد استوطنتها بعض القبائل برغم الظروف القاسية. مينتاواي، قبيلة مينتاواي سيدة هذه الأدغال. عشت معهم وتعلمت أساليب حياتهم وأتقنت مهاراتهم. مهمتي هي أن أرتحل في أعماق هذه الغابة وأقابل مجموعة من أفضل الصيادين. بالاشتراك مع الصيادين سأقوم بتتبع وصيد حيوان بري سيكفي لإطعام العشيرة كلها أثناء الاحتفالات. شرعت في دخول الأدغال، ولكن إحراز أي تقدم بمثابة تحد. الغابة كثيفة للغاية، وتقريبا من المستحيل محاولة الاستمرار في اتجاه واحد. يجب أن أجد كل ما أحتاجه من هذه الأدغال، وسنحت لي فرصة لا ينبغي إغفالها. نعم، إنها شجرة الدوريان ومليئة بالثمار. في هذا الوقت من العام تستهلك قبيلة مينتاواي هذه الثمار كطعام أساسي، لكن هذه الشجرة ترتفع لحوالي 18 متراً. رجال قبيلة مينتاواي سادة كل أشجار الغابة. بفضل بنيتهم الخفيفة العضلية، يتسلقون أشجار جوز الهند في أنحاء المكان بسهولة. وفي الموسم المناسب يتسلقون أشجار الدوريان، والتي عادة ترتفع لأكثر من 21 متراً، ليجمعوا ثمارها من القمة. أمطار الرياح الموسمية جعلت جذع شجرة الدوريان هذه زلقاً للغاية، وأول مكان جيد للتشبث على ارتفاع 6 أمتار على الأقل. عقدة مفيدة حول قدمي تسمح لي بأن أتعلق بشجرة جيداً وأن أتسلق. حسناً، فلنفعل هذا. إذا سقطت فسيكون مصيري محسوماً. حسناً، انتهيت من هذا الجزء. وصلت نسبياً للأمان عند أول فرع، لكن يجب أن أصعد 6 أمتار أخرى.
الثمار في قمة ظلة الشجر. هنا بالأعلى الانزلاق مرة واحدة يعني موتا محققا، لكن للبقاء هنا يجب أن أخاطر. شجرة دوريان جميلة، ها أنا ذا. واحدة صغيرة أخرى. إنها شوكية بوزن يقارب 3 كيلوغرامات. كل ثمرة شوكية تحوي 5 بصيلات ممتلئة يمكن أكلها. ها هي تفتح هكذا. رائحتها ليست ذكية. لثمار الدوريان الناضجة رائحة تشبه مياه المجاري، وهي نفاذة لدرجة أن هذه الفاكهة ممنوع تداولها بالفعل في بعض الأماكن العامة بجنوب شرق آسيا. إنها لزجة وتبدو مثل صفار البيض. مذاقها مثل مثلجات البصل بالغاز الطبيعي. يجب أن أحقق تقدما في الغابة، لكن اتضح أنه أمر صعب. جعلت الأمطار الموسمية من أرض الغابات المطيرة مستنقعا راكدا ومرتعا لبعض المخلوقات غير المتوقعة في هذا الوحل. أوه، انظروا لحجم هذا العنكبوت. معظم العناكب ذات الشعر في سومطرة سامة بدرجة قليلة، لكن لدغتها مؤلمة. تتخذ جحورا في أرض الغابة مترصدة للفريسة لتنقض عليها. الكثير من الكائنات الزاحفة المخيفة في هذا المستنقع، لكن التغير في طبيعة المكان قد يمنحني شيئا أستفيد منه. إنها جنة أحد الحيوانات المتخصصة التي تحب العيش في هذا الوحل، الأنقليس. تخرج أسماك الأنقليس ليلا، لكن تختبئ في النهار في هذا الوحل. مد يدك وتحسس في هذا الوحل وستشعر بشيء ينزلق. بالحفر تحت جذور هذه النخلة أشعر كأنني وجدت واحدا. ثمة أنقليس هنا بالضبط. إنه ثعبان. أصل. أين رأسه؟ إنه ثعبان ضخم. حسنا، لا أعرف أين رأسه. حسناً، إنها أصلة شبكية. الأصلات الشبكية غير سامة، لكن لها أسنان حادة كالشفرة وفك قابل للتمدد. أصلة ضخمة. يا للهول، سيطرت على رأسها، لكنني لست في أمان بعد. يجب الاحتراس من هذه اللفات. يعتصر الثعبان الفريسة ويخنقها. قوة الاعتصار الشديدة تقطع الدورة الدموية للضحية وتوقف سريان الدم في الجسم، وبعد قتل الفريسة يتم ابتلاعها كاملة. يا لها من أصلة ضخمة. واو، سأدعها تذهب بدون أن تعضني. بعد هذا اللقاء الحميم يجب أن أستمر في مهمتي. أريد مقابلة قبيلة منتاواي والانضمام لهم في الصيد. بعد أن وصلت لمكان مقطوع الأشجار وجدتهم أخيرا. مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ جيد. مرحبا.
أهلا بك. سأشارك الصيادين في تعقب وصيد حيوان بري. عليك أن ترتدي هذا المئزر. أجل أجل، تعرضني الملابس الفضفاضة لخطر أن أعلق في شيء. سأساعدك، ولكن مئزرا من اللحاء الناعم يسمح لي بالحركة أسرع في الغابة. منتواي، منتواي. ندخل في عمق أراضي صيد أسلاف قبيلة المنتواي. للصيد بنجاح يقذف هؤلاء الصيادون سهاما مسمومة خلسة على الهدف. تقتفي الكلاب أثر الرائحة، ثم يسارع الصيادون لإنهاء المهمة. فجأة بدأ الصيد. هيا هيا، إنه هناك. أسرع أسرع. أنا أصطاد في أعماق أدغال إندونيسيا مع قبيلة المنتواي، وها نحن نقترب من هدفنا. إذا من هناك نتفرق ونحاول دفع الحيوان إلى واد منحدر. هيا، إنه يصعد هذا الوادي. اسمع. نعم. مهلا. إنه يركض تحتي مباشرة. إنه ينطلق. لا أدري إن كنت أصبته. ذهب من هناك، هناك. حسنا، لقد علقنا وسط هذه الشجيرات ولا نستطيع المرور. جن جنون الكلاب. ها نحن ذا، ها نحن ذا. الحيوان هنا. انتظروا. تقضي سهامنا عليه سريعا. كان هذا مجهودا جماعيا، هذا ما تفعله القبائل. لا يمكن لأحدنا فعل هذا بمفرده. هذا هو المعنى الحقيقي للقبيلة. يتعاون أفراد المنتواي للبقاء في موطنهم بالأدغال، وشكلوا هويتهم القبلية ولغتهم ومهارات البقاء الخاصة بهم. منحوني إدراكا متفردا لهذه البيئة الصعبة ولكيفية البقاء حيا هنا. في بابوا غينيا الجديدة أستغل هذه المعرفة لأتمكن من الأدغال والنهر الذي يخترقها. إنه مكان بري للغاية، وهناك حيوانات وطفيليات وأمراض كثيرة يمكنها الفتك بالبشر. إنها متاهة من المستنقعات والنباتات الكثيفة. الانتقال هنا صعب، لكن من المذهل أن هناك من جعلوا من الأدغال موطنهم. نحن في منطقة قوم ييماس، يعيشون على الصيد ويعرفون المنطقة أفضل من أي شخص آخر. لقد عشت مع الييماس. مرحبا. واكتسبت قدرات البقاء في هذه البيئة العدائية جدا. وداعا. وداعا. والآن سأستخدم تلك المهارات في تحد فردي، ابتغاء الوصول لمكان طالما أبهرتني تقاليده وطقوسه. سأعبر الحدود بين القبائل وأرتحل إلى جزء منعزل من البلد، حيث كان المحاربون في الماضي يخضعون ضحاياهم لأحد أبشع الممارسات الطقسية على الإطلاق، أكل لحوم البشر. الأدغال هنا كثيفة للغاية، وأسرع طريق هو إنقاذها كاملة وأن أسلك النهر كطريق سريع. أجدف بطريقة السكان المحليين. إنهم يقفون وعادة يضعون ساقاً على أحد جوانب الزورق، فهذا يجعلك تتحكم وتناور بالزورق جيداً. لأنني بدأت التحرك آخر النهار، وها قد أوشك أن يحل الليل،
اتجهت داخل الأدغال للتخييم. وجدت بقعة بجوار النهر يمكنني بناء مأوى فيها، وسأشرع في ذلك. صنعت مأوى في الأدغال مراراً من قبل، وأعرف أن السقف هو أهم شيء يجب تنفيذه بشكل صحيح. من المدهش أنه لا يلزمني الكثير من سعوف نخل الساغو لأصنع سقفاً متيناً. من أهم الخطوات بناؤه بزاوية حادة، فيكون السقف بمثابة مزراب للأمطار، تنزل قطرات الماء هناك عبر عنق السقف ثم تسقط على الأرض، وليس علي أنا. بعد ذلك أحتاج أن أرتب مرقدي بعيداً عن أرض الغابة الموحلة والحشرات اللادغة والثعابين السامة. حسناً، آنذا ماوايا الصغير سريع الإعداد وغير نظيف، لكن سيحميني هذا السقف من أي عاصفة ممطرة، وعندي هذه الأرضية تحميني من الوحل. لا أحتاج جدراناً، فالجو حار جداً ليل نهار، ليس سيئاً للغاية. قبل أن أنام عندي مهمة أساسية أخرى أفعلها، أوقد ناراً. هذا سيسمح لي بالطهي وتنقية الماء، والدخان سيبعد البعوض ناقل الملاريا. إشعال نار في هذا المكان الرطب صعب، لكن ليس مستحيلاً. سأجرب طريق قبيلة اليماس التقليدية. هذا زنار النار، مصنوع من جزئين من الخيزران الهندي، القشرة الخارجية القاسية المرنة والقلب الداخلي الطري. يفترض أن يولد احتكاكها سوية حرارة كافية لتكوين شرارة يمكنني إشعال نار منها. لا يمكن ضمان نجاح إشعال النار هنا، يجب تذكر هذا الأمر دائما. كلما توقفت برد الخشب. بلا نار أكون معرضا للأخطار. أحتاج أن أحقق أكثر من حرق يدي. أنا في غابات بابوا غينيا الجديدة المطيرة، وأشعلت نارا للتو. سيحميني اللهيب من حيوانات الأدغال المفترسة الخطرة. ها قد أوقدنا النار، حان وقت النوم الليلة. بعد سبات طوال الليل سأستمر في رحلتي على النهر للقرية القبلية النائية. بينما أجدف مبتعداً بدأت البيئة حولي تتغير. ما يبدو كضفاف كثيرة الغاب هي في الواقع جزر طافية متحركة من الأخشاب فوق ما يقارب 3 أمتار من المياه. تعيش التماسيح الضخمة تحت هذه الحشائش. من عادتي أن أقدم هدية لزعيم القرية عندما أصل، والهدية المثالية قد تكون مختبئة في هذه الحشائش. تعتبر صيداً ثميناً نظراً لدرجة الخطورة البالغة في الحصول عليها، بيضة التمساح. سأستمر في البحث، وسرعان ما وجدت مؤشرات على أنني ربما على الطريق الصحيح. إذا كان هذا المسار يؤدي لعش فيه بيض، فهذا يعني أن الأم قريبة تحمل عش بالتأكيد. نعم، إنه عش. سأدخل. حسناً، ها هو العش. هنا جحر بالفعل. إن كانت الأم على مقربة فإن وقتي محدود. لا أعتقد أن هناك شيئاً. لم أصل في الوقت المناسب، أو أنه تعرض للنهب، فلن أضيع مزيداً من الوقت هنا. أسرع في طريقي خلال شبكة الجزر العشبية. ينتابني القلق وأود الفرار منها في أسرع وقت. تقديم هدية للزعيم سيشكل فرقاً كبيراً،
وأصبح الآن لدي اختيار أخير. سأصطاد السمك في هذه البحيرة. سأستخدم طعماً اسمه نوني. رائحته كالقي. السمك الذي أستهدفه عادةً يأكل الفاكهة. آمل أن يفي الطعم بالغرض. هذه البحيرة مليئة بالأسماك. قضمت أسماك صغيرة الطعم، لكن لا توجد واحدة كبيرة بعد. وأنا أصطاد، أظل محدقاً بالخيط وجاهزاً للتصرف. إذا التقطت سمكة الطعم، أشعر بالضغط. بعد ساعات ذهبت هباءً، شيء يشد الخيط. حسناً، التقطت سمكة الطعم. ها هي، سأخرجها. نعم، اصطدت سمكة. إنها سمكة باكو ضخمة للغاية. انظروا إليها، انظروا لأسنانها الضخمة. بدلاً من أسنان حادة كالشفرة، هذه الأسنان تشبه ضروسنا، وهذه الأسنان قادرة على مضغ حتى أقسى المكسرات. تسمى هنا المقطع مستدير الطرف، لأنها تحدث إصابات جسيمة. إنه صيد رائع. سأسرع الآن آملاً أن تكفي هديتي. فجأة رأيت علامات وجود سكان. تبعاً لتقاليد القبيلة، أبحث عن الزعيم. من حسن الحظ راقت له هديتي. حسناً، شكراً، هذا جيد. أهلاً بك. وتقبلتني القرية. مرحباً. أهلاً. أستخدم نهرهم الخاص كطريق سريع طبيعي لأعبر الأدغال، لكن أحياناً يستحيل عبور الغابات المطيرة، لا يمكن لشيء المرور منها. في أمريكا الوسطى، أكبر طريق سريع من صنع الإنسان في العالم قطعته الغابات الاستوائية الجبلية، معروفة باسم أخدود دارين. تمتد هذه الأدغال في بنما لمسافة 161 كيلومتراً، وتمثل تحدياً مهيباً للبقاء. عندما تحاول البقاء في بيئة كهذه، تستفيد من معرفة السكان المحليين، وثمة قبيلة ازدهرت هنا لقرون. قبيلة إمبيرا هم سادة غابة دارين، ولهم فهم فريد لهذه البيئة العدائية، ولذا درس الكثيرون مهاراتهم للبقاء. من هنا صحيح؟ هذا جيد. لقد عشت وسط قبيلة إمبيرا. ألياف زجاجية. أجل. سأشرع الآن في تحد فردي للتحمل. رحلتي إلى أطراف الغابة تحاكي الرحلة التقليدية التي يقوم بها الشباب لتنويع الجينات لدى قبيلتهم، بالبحث عن فتيات للزواج خارج قريتهم. تذكرني الأدغال مباشرة بالمخاطر التي سأواجهها. ظننته أحد أخطر أنواع الثعابين في بنما، الدساس، لكن لا، ليس هذا، إنه يشبهه فحسب. إنه ثعبان عيون القط، وانظروا إليه. يمكنكم معرفة ما أقصد. انظروا لهذا البطن المنتفخ. يمكنكم معرفة أنه أكل وجبة مؤخراً. انظروا هذه النتوءات، إنهما ساقان خلفيتان لسحلية. كم تخيف مثل هذه الأشياء. بينما أتقدم في الأدغال، أبحث عن شيء يؤكل. لعل هذا الجدول الصغير ما أحتاجه بالضبط. إنه مكان رائع للبحث عن طعام تفضله قبيلة إمبيرا. بحربة الصيد خاصة، قد أستطيع صيد بعض قريدس الماء العذب. نعم. نعم. رائع. سأجد المزيد منه. بفضل شيء مفيد آخر سأعثر عليه، سأتمكن من طهي صيدي. هذه غنيمة لذيذة حقا.
يمتلك فرع الكالاباش قشرة خارجية قاسية ولحما طريا أبيض بالداخل، ولكنه مر للغاية. لكنني لن أتناوله، بل سأستخدم القشرة الخارجية كإناء. سأقوم بغلي الماء بالطريقة القديمة. يجب توخي الحذر عند استخدام هذه الحجارة لأنها قد تنفجر كالرصاص. المزيد من الحجارة. والآن أجلس مسترخياً وأتركه ينضج. في غضون دقائق يصبح القريدس أحمر اللون كالمطهي في المطاعم. لذيذ للغاية. أزعم أن مع أخذ الظروف بعين الاعتبار فهذا أفضل طعام بحري أكلته في حياتي. إنه شهي. حان وقت الإسراع، وأريد حقا تجنب اختراق الأدغال تماما. آمل أن يكون الجدول طريقا بديلا. ما سأفعله الآن هو أنني سأبحث عن شجرة معينة. سأصنع طوفا. تلك هي شجرة البلزة. إنها أكبر مما تمنيت. من حسن الحظ شجر البلزة من أكثر أشجار العالم ليونة، لذا يمكنني قطعها بهذه. ستستغرق بعض الوقت. إن البلزة من أكثر أشجار العالم فائدة، فهي تنمو بسرعة كبيرة. ستحل محل هذه الشجرة واحدة جديدة في غضون 5 سنوات. حسناً، ستسقط. حسناً، مشكلة كبيرة. لقد مالت فوق بعض الغصون هناك، مما يجعلها غير مستقرة تماماً. إذا قطعتها سوف يسقط الجزء العلوي، وهذا الجزء السفلي سيطير لأعلى ثم ينزلق لأسفل. قد ينزلق إلى أي مكان. لم أكن أخطط لحدوث هذا. أنا في بنما. هذه شجرة بلزة ضخمة. أحاول الحصول على خشب البلزة لأصنع طوفا. اتضح أن هذه المهمة مليئة بالمشاكل أكثر مما توقعت. الوضع يسوء أكثر. بناء هذا الطوف مهمة جسيمة، وقد خلف النمل وبعض النباتات الشوكية علاماتها علي. كم يؤلم هذا. من الأسهل أن أحمل أجزاء الطوف وأجمعها عند حافة الجدول. معي هذه القطعة الطويلة المستقيمة، سأستخدمها كعارضة. أشحذ قطع الخشب القاسية الصغيرة لأصنع مسامير أستخدمها لتثبيت العوارض في مكانها. يعد صنع الطوف مهارة بقاء أساسية في أدغال دارين. والآن هذا الجزء الأخير هنا لأجعل الطوف مترابطاً بشكل قوي بهذه الجذور التي وجدتها متدلية من الأشجار. حسناً، الرحلة الأولى. النهر هو أسرع طريق لاختراق هذه المنطقة. الوقوف على الطوف يمنحني تحكماً أفضل ويسمح لي بمراقبة النهر أمامي. إنه الموسم الجاف والأنهار ضحلة، ولكن هناك أجزاء صغيرة سأعبرها. المياه فيها سريعة. مع زيادة سرعة سريان النهر عند المنعطفات وجدت صعوبة في الحفاظ على توازن. بدأت أتمكن من الإبحار بالطوف، وسريعاً سأقطع مسافات كبيرة. لكن مع التيار باغتتني مفاجأة غير متوقعة. صار النهر ضحلاً أكثر، وأخذ الطوف يعلق بالقاع. صرت أقضي وقتاً أطول في سحبه وليس ركوبه.
فقررت أن أغير مساري. سأتحرك على الأرض عبر هذه الجبال، سيكون هذا أسرع، لأنني سمعت أن في نهاية هذا النهر لا يوجد سوى مساحات شاسعة من شجر المانغروف. سلكت نفس طريق رجال الأمبيرا، وهم يتجهون لقرى جديدة بحثاً عن فتيات للزواج. كل شيء يسقط، أحاول أن أتشبث بأي شيء يمكنني إمساكه. بعد محاولات مضنية وصلت إلى القمة ووجدت منظراً مذهلاً في انتظاري. انظروا المحيط الهادئ، وأخيراً تمكنت من عبور هذه الأدغال العصية على النفاذ وانتصرت على أخدود دارين. البقاء في هذه المنطقة القاسية لا يتطلب قوة جسدية كبيرة فحسب، ولكنه اختبار لقدرة التحمل العقلية أيضاً. في أدغال الإكوادور سأختبر حدود تحملي. تغطي الغابات المطيرة نحو نصف مساحة البلد. تعيش قبيلة ووراني مكتفية ذاتياً في قرى نائية في قلب الأدغال. عشت معهم لأتعلم خبايا غابات الإكوادور المطيرة بينما أستعد للخروج للصيد مع مجموعة من أفضل الصيادين. معرفة كيف نعثر على الماء أمر ضروري، ويعرف رجال الووراني أين يبحثون بالضبط. بنتي أراني شجرة تحتوي على ماء لذيذ نظيف يصلح للشرب. عجبا، إنه مثل ماء الصنبور تماما. هذه مهارة بقاء مهمة للغاية، فلا يمكن للإنسان البقاء بدون ماء أكثر من يومين أو ثلاثة. صحة وعافية. تأتي العواصف المطيرة الغزيرة سريعة كثيفة في أدغال الإكوادور، ما يمنحنا فرصة قصيرة للحصول على وجبة شهية غنية بالطاقة. إنها تمطر. على الرغم من أن المطر يهطل بشدة، يقولون إنه وقت مثالي للحصول على العسل، لأن النحل يعجز عن الطيران تقريباً في مثل هذه الأمطار. يتجمع سكان القرية لينتهزوا هذه الفرصة الذهبية. يوجد في خلية مثل هذه آلاف عاملات النحل. مهمتنا حماية العسل، لن تتخلى عنه بسهولة. يجب أن ننزل الخلية في أقرب وقت ممكن. يمكنني الشعور بها بالفعل. قطع شجرة بهذا الحجم أمر خطير، فهي عدة أطنان من الخشب وستسحق أي شخص يعلق تحتها. يجب أن تبتعدوا. ابتعدوا، سقطت. ابتعدوا، ستسقط في هذا الاتجاه. لقد سقطت. أجل. علقت الشجرة في منتصف عملية إسقاطها. حاول أحد أفراد القبيلة الحصول على الخلية، لكن النحل هزمه وأبعده. هذا من كان يحاول تسلق الشجرة، يغطيه النحل. انظروا لهذا، كل هذا نحل. هذا مؤلم. في خضم هذه الفوضى وجدت فرصة لأثبت نفسي وأحاول الحصول على الخلية. النحل في كل مكان، إنه يزحف فوقي. في أعماق أدغال الإكوادور أواجه مشقة بالغة في الحصول على العسل من خلية هذا النحل الشرس. تعرضت للدغات كثيرة والألم شديد. احذر، ثمت الكثير من الحشرات الغاضبة، فاضطررت للتراجع. لا أستطيع إلا أن أدهسها هكذا في شعري. أخيرا تم تحرير الشجرة وسقطت على الأرض. انتزعت خلية النحل، فعم الهرج والمرح لالتهام العسل. لن يحتفظوا بالغنيمة لوقت لاحق، فهؤلاء الصيادون الجامعون يعيشون اللحظة الحالية، يشعرون بالحماسة، سيتناولونه الآن. هيا هيا، لن ينتظروا. يا له من عسل، مذاقه لاذع. إنه أكثر عسل حمضي تذوقته، كأنه عسل بنكهة الليمون. كان مجهودا جماعيا، فنلت نصيبي من المكافأة. بعدما امتلأت بطوننا سنرتاح باقي الليلة. كان يوما مذهلا، نحن مرهقون للغاية،
ولكنني لا أود أن أكون هنا إلا بصحبة هؤلاء القوم. إنهم أناس مذهلون حقا. أحتاج الآن لنوم عميق طوال الليل. إنه الصباح الباكر وهذا جاء لزيارتي. عندنا هنا حيوانات التيبر. صباح الخير. اذهب للنوم. في الصباح التالي خرجنا للصيد، وكان هدفنا في أعلى الأشجار، إنه القرد. لحمه مصدر غني بالبروتين، وهو جزء ثمين من حمية قبيلة الووراني. السلاح المختار هو قاذف السهام بالنفخ. يمكنه إطلاق سهم مسموم بدقة من مسافة 30 مترا. كل ما نحتاجه لصنع هذا السلاح موجود في الأدغال. كومبيتي يريدني أن أنتهي من صناعة شق بطول هاتين العصاوين من خشب النخيل. ستكون كل واحدة بمثابة ماسورة بندقية. أرني. كأنها من البلاستيك شديد الصلابة. نعم، هكذا. بعد نحت الماسورة سيتم ضم نصفي السلاح سوية بالحبال وجعلها محكمة الإغلاق بشمع العسل. في النهاية يتم ربط أجزاء قاذف السهام جيداً بلحاء كرمة. حسناً، وضع بنتي زهرة الموز هذه كهدف للتدريب. أجدها هدفاً صغيراً بالنسبة إلي. هذه أول مرة نخرج فيها بالسلاح الجديد. يقوم بنتي الآن بجمع نوع من القطن البري، وهو سيحل محل الريش على السهم ويحكم أيضاً إغلاق القاذف، وهذا ضروري لمنح السهام السرعة اللازمة لتكون سلاحاً قاتلاً بالفعل. بفضل سنوات من الممارسة أصبح هؤلاء الرجال سديدي الرماية. أصبت الهدف تماماً. بالنسبة لكومبيتي وباقي الرجال هذا مجرد لهو. بنتي أراني الطريقة التي تجعله أحد أفضل وأخطر الرماة في القرية، ثم تحداني أن أجرب التصوير. حاول ذلك. حسنا، مجرد التعامل مع هذا السلاح الذي طوله 3 أمتار أمر صعب. إنه طويل جدا، أستخدم كل عضلاتي لأرفع. حسنا. لا، فشلت. يقول لي إنه كان يجب التصويب لليسار قليلا. سأضع سهما آخر وأجرب ثانية. رائع، أصبت الهدف. أصبت بجوار سهمه مباشرة، ليس في المنتصف بالضبط، لكنني أصبته. أنا فخور بذلك. كان ذلك جيدا. إنه سلاح دقيق بشكل مذهل. أسلحتنا جاهزة، فليبدأ الصيد. أنا في الغابة المطيرة في الإكوادور، وقد خرجنا لصيد قرد في قمة ظلة الأدغال. هذا طعام قردة. يمكنهم تحديد نوع الحيوان الذي مر هنا من آثار الأسنان. يعتقدون أنه قرد العنكبوت، ولذا يحاكون صيحة ذلك الحيوان. هل سمعتموه؟ كان ذلك هو. تقدمنا بهدوء لنجد فريستنا. تمت رؤية القرد هناك، ينتظرون الفرصة. بنتي أطلق بعض السهام، لكن بدون فرصة تسديد مباشرة. إنها تصطدم بفروع الأشجار. قردة العنكبوت مهددة بالانقراض، ولكن لقبيلة ووراني حقوق صيد تقليدية، لذا سيقوم أحدهم. أنا سأفعل. حسناً، بصيده وليس أنا. مهمتي الآن هي دفع القرد ليخرج إلى مكان مكشوف.
يتجه أحد الصيادين الآخرين لمكان مرتفع من أجل وضع أفضل للتسديد. يرى القرد أمام عينيه مباشرة الآن. إنه على ارتفاع 24 متراً على غصن بهذا الحجم. إن انكسر الغصن سيلقى حتفه، ولكن ما زال لا يستطيع التسديد مباشرة. فشلت الضوضاء التي أحدثناها في إخراج القرد من مكمنه، لذا سيلجأ الرجال إلى طريقة حاسمة أكثر. يقطعون الأشجار في كل أنحاء المكان. ستفزع هذه الجلبة القردة بما يكفي لجعله يتحرك داخل مجال التسديد. طلب مني ألا أتحرك، سأبقى هنا، لكن سأفتح عيني جيدا لأرى إن كان سيذهب من ذلك الاتجاه. فجأة خاف القرد. طار القرد من تلك الشجرة، نلاحقه الآن. ها نحن ذا. مطاردة بأقصى سرعة، وهذه المرة أقتفي أثره بكل حماسة. رأيت موقع القرد الجديد. ها هو، هل ترونه؟ يمكنني تعبئة السهام المسمومة وتقطيعها بينما أفتح عيني جيداً لأراقب القرد. ما زال القرد مرتفعاً في الأعلى لكنه مكشوف، فقمنا بالتصوير. أصابه هذا السهم، سيذهبون لنحره حالاً. نعم بالفعل أصبناه، أصيب بالسهم. سيصاب القرد بالدوار بسبب السم الآن، وعندما يحاول القفز لشجرة أخرى سيكون إدراكه للمسافات قد اختل، وربما يهوي إلى الأرض. كنت مصمماً أن أبقى مع فريق الصيادين وأساعدهم في نحره، لكن بعدما قمت بدوري أجد أن مشاهدة هذا أصعب مما تخيلت من قبل. لعلي لست صياداً كما كنت أتخيل. أحتاج أن أذكر نفسي بجوهر كل ما يحدث هنا. هذا ما يفعله هؤلاء القوم منذ آلاف السنين. يحتاج أن يطعم نفسه وعائلته إن كان ثمة مبرر للصيد، فهذا هو. حسناً، سأحمل القرد. يريدونني أن أعود به للقرية. قد يكون الحيوان صغيراً، لكن العبء النفسي كبير. إنها إشكالية متناقضة وثقيلة للغاية. أحب الطبيعة وعالمها، وأيضاً أحب هؤلاء القوم. ومن أجل تفهم الحياة تماماً يجب أن تفهم هذا. صمدت القبائل البدائية في أدغال العالم أمام تحد الزمن باستخدام طرق قديمة مضمونة للبقاء أحياء في واحدة من أصعب البيئات وأكثرها تحدياً على الأرض. بفهم وتطبيق طرق حياتهم يمكن البقاء، بل والازدهار في أقصى أدغال العالم.